على وقع جريمة شنعاء استيقظ الجزائريون يوم الأحد، والضحية شابة في عمر الزهور. جرائم اغتصاب وخطف وقتل متكررة، فالحادثة الأخيرة ليست سوى القطرة التي أفاضت الكأس، ليخرج المجتمع عن صمته أخيرا وتطالب مختلف فئاته بإعادة تفعيل حكم الإعدام. كرئيسة في المنظمة الجزائرية لحقوق الإنسان، وخاصة كهمسة وصل بين المواطنين الشعب الجزائري والسلطات، نحن نتقدم يعني بطلب أنه يكون فيه استفتاء شعبي بنعم أو لا لتنفيذ الإعدام في هذه الجرائم، جرائم الاغتصاب والقتل ضد الأطفال والنساء خاصة. من جهة أخرى، أكد الناشطون على ضرورة حصر حكم الإعدام على الفئات التي باتت تشكل خطراً على المجتمع. نتكلم عن حالات الاغتصاب، التعذيب والقتل تعمداً في حقوق الأطفال، البنات والنساء. يعني لازم أن الجزائر ترجع لتنفيذ قوانين ردعية لحماية المواطنين الجزائريين، وبخصوص الطفل والمرأة الجزائرية. رغم الخطر الذي بات يشكله هؤلاء المجرمون، إلا أن مخاطر إعادة رفع التجميد على حكم الإعدام كبيرة كما يرى البعض. تنفيذ حكم الإعدام أو تفعيل حكم الإعدام في الجزائر، هل حقيقة دول العالم الثالث جاهزة لتطبيق هذا الحكم؟ جاهزة لتطبيق العدالة الحقيقية للمجرمين الذين يستحقون فعلا الإعدام؟ ربما هذا السؤال يبقى مطروح، وتبقى طبعا نقطة استفهام كبيرة. إذا ما حققناها ربما سنتحدث عن تفعيل حكم الإعدام. يبدو أن التساهل مع المجرمين باسم حقوق الإنسان لا يمكن أن يحد من هذه الظواهر الخطيرة، فمن أمن العقاب أساء الأدب. ريتشارد يقول: بناء مجتمع صالح لا يتصرف أفراده بأنانية، علينا ألا نعول على الطبيعة البشرية، فأحياناً سن قوانين رادعة مهما كان ذلك قاسياً قد يفي بالغرض. من الجزائر، سارة بانا اليوم.